يكتب سير يوحنس القديس الحديث. هذا شيء مماثل يحصل مع صليبنا الداخلي حين يسيطر الشيطان على اورشليم العقلي. تيجي افرادات وبتقعد وين؟ بقلب عقلنا الداخلي وبقلب روحنا. بصير وين فكرنا؟ مع افرادات ومع الجسد ومع الحياه الحلوه ومع الكاس وترنطاس والالف شغله وشغله. وبصير عقلنا ما بقى يتجه الى المسيح، يتجه الى افرادات. بيقول ثيوفانوس الحبيب وفي موضعه، بدل ما نحط الصليب الكريم داخل قلبنا، لا شك انه نحن وقت نحمي الصليب نقبل الصليب بدون على شكل خارجي جميل جدا ولازم نحافظ عليه، ولكن في موضعه يعني في الداخل، ما هو لا بالداخل، نشيد صمم افروديت ونشهد له الى ان تفتقدنا النعمه الالهيه. يعني الله النعمه الالهيه تفتقدنا عندما نتضرع ونتواضع. طول ما انت متكبر وطول ما انت مسيد نفسك وطول ما انت بتعتبر انك انت افهم واحد العالم وانه هذا افراديت هي، لا بده يضل افراديت بالمعنى المجازي لكن الشهوات والاذواق والعلم وكل شيء انه هو اهم من الله، لن تفتقدك النعمة الالهية عندما تسجد وتركع وتتواضع وتقول بنعود لنفس القصة. الصلاة المحبوبة والمتداولة والمعروفة منذ إنشاء العالم، منذ ارحمني يا ربي يسوع المسيح، أو ارحمني يا ربي أنا الخاطئ. عندئذ تفتقدك النعمة وتهشم صنم الخطيئة. شوفوا أجمل التعابير التي يعطيها الله لنا من خلال صلواتنا. هذا أبونا ثيوفانوس الحبيس بخلال الصلاة الله ألهمه يقول هذه الكلمات المباركة. وترفع داخلنا صليب شو؟ مش صليب العذاب بس، لا لا ما في عذاب بالجزئين، نحن بنعذب حالنا بأهوائنا. صليب إماتة الأهواء وهيك بعدها موضوع التوبة. إذن نحب المسيح، نتواضع، يضع لنا الصليب، ندخل ملكوت الله، نفرح بالقيامة. Dear friends, we would like to thank you warmly for your generous support. Thank you for subscribing, commenting, and sharing. It really helps us a great deal. By doing so, YouTube will start recommending these videos to more people. It costs you nothing, but it helps our ministry. May everything be for the glory of God and His church. God bless. Don't forget to follow Orthodox Teachings of the Elders on our Facebook and Instagram pages and on our website, otelders.org.